أحد المساجد الإمام يؤذن ويقيم ويؤم الناس للصلاة. يؤذن و... فقال أحد المصلين أن هذا مخالف للسنة ولم يفعله النبي والخلفاء الراشدين من بعده، فهل هذا صحيح؟ لا السنة غير كده، لكن الصلاة صحيحة، لأنه لا يوجد مؤذن في المسجد. لا بأس بصنيعه. يعني هذا ليس مخالف للسنة لا ولا لا لا، مخالف؟ ليس مخالف للسنة. إن كان في المسجد مكان، عفوا، إن كان في المسجد مؤذن يؤذن، ما في المسجد أيضا أي شخص.